السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في المشن الأول من تروبيكو 6. المشن الأول يقول لي هلو ذير، يو ماست بي ذا نيو جفرنر، ظاهر أنك الرئيس الجديد. يطقطق الأخ ويقول لي أيم لورد، اسمه ويندم، المهم فويس أوف ذا كراون، يمثل صوت الشعب. طبعا المشن الأول يقول لي نحتاج بلانتيشن شكر، يعني مزرعة تنتج سكر. من قسم المباني عندنا البلانتيشن في قسم الأكل أو إنتاج أو الإنتاج عفوا. البلانتيشن موجود بس يحتاج 1508 أشخاص متعلمين. طبعا نقدر نبني حتى لو ما عندنا متعلمين، لأن الحين ما بنينا المدارس ولا بنينا شيء، عصر الاستعمار. ففي شغلة قبل لا تبني تروح تشوف الجزيرة هذه وين تقدر تبني فيها السكر، هذا أول شيء تسويه. طبعا فيه طرق سويتها هنا بس عشان استكشف المكان هذا. السكر مكان مناسب جدا له في هذا المكان. نروح الفود بلانتيشن ونحط السكر في هذا المكان. طبعا الحين نمشي الوقت، ايش رايكم؟ ايش المبنى اللي راح يرسل العمال للمصنع؟ نشوف. طبعا المقطع اللي قبل هذا شرحت فيه ان العمال يطلعون من هنا ويتوجهون وركر ثلاثة عمال الحين طلعوا، وهذا يركض وين رايح، هذا مع شغل ثاني وهذاك برضه. الحين نشوف العمال ماشيين، والله يا مشوار عصر الاستعمار ركض ما فيه مواتر. يا صبر، شوف كيف يركض بالله. رب الله وخرافية، شوف هذاك وراه عربان اختفت. نشوف البناء كيف يتم. العمال مش وقتك. طيب خلنا في المشن الأول وعلى طول ناشب لي يعطيني مشنات ثانية. يا سلام، قيد الإنشاء، المزرعة تم بنائها، نشوف السور. يا سلام، هذه المنطقة كلها الحين مزرعة سكر. كيف ما اخترنا سكر؟ احنا زرعنا كورن. إذا بالغلط بنيت عندك تشينج ريسورس شجر بس ندفع 300. أمور طيبة. أيد بشكل سريع. كويست كمبليت، وكذا نكون خلصنا المشن الأول. بس طبعا المشنات في البداية سهلة، لكن فكرة عامة أن السكر هذا الحين ممكن نرجع ونبيعه ونتاجر فيه، يعني مثلا لبرا. شوف القرش وين. ولكن إذا بنيت مصانع في المدينة يكون أفضل أنك تستخرج هذا السكر وتروح تدخلها المصانع عندك وتستخدمه في شغلات كثير. كل شيء فيه السكر، فعندك أمور كثيرة موجودة. مثلا عندكم الحين اللي هو الرم أتوقع يستخدم السكر to produce rum. مثل ما شفت المشن الأول بسيط جدا. نشوفكم على خير إن شاء الله في المشنات الجاية.